اكتشف علماء الفلك ومن ايام قليلة هياكل كونية عملاقة بتتحدى ما فهمنا عن الكون. هيكل كوني مكون من الاف المجرات وبيبعد عننا مليارات السنين الضوئية. لو كان ظاهر في السماء ونقدر نشوفه بعيوننا كان هيبقى قد القمر ليلة البدر 15 مرة. هيكل كبير اكبر من مجرتنا 10,000 مرة. ازاي الهياكل دي اتشكلت وهي عبارة عن ايه؟ والاهم ازاي طالب الدكتوراه اكتشفت الهياكل دي؟ وايه قصة المصابيح الكونية العملاقة اللي نورت الهيكل ده وكشفت عنه في تلسكوباتنا؟ وهل الهياكل دي كانت بسبب المادة والطاقة المظلمة؟ ولا ممكن تكون بقايا من كون قديم كان موجود قبل الكون الحالي وقبل الانفجار العظيم؟ ولا هي دليل قوي ومهم للأوتار الكونية العجيبة اللي ممكن تكون أغرب حاجة في فيزياء الكون خلال 50 سنة اللي فاتت؟ اهلا بكم. اكتشاف غير عادي الصراحه ومن ضمن القنابل الكبيره في علم الكونيات، احد فروع علوم الفلك. هيكل ضخم بقطر 1.3 مليار سنه ضوئيه، حجمه ممكن يساوي حجم القمر ليله البدر في السماء 15 مره، وده طبعا لو كان الهيكل ده ساطع جدا ونقدر نشوفه بعيوننا. حلقه كبيره مش متكونه من نجوم بس، وكمان مش مجرات، انما حلقه ضخمه من العناقيد المجريه. العناقيد المجريه البنيه الكونيه الاكبر من المجرات. مجرتنا درب التبانه مثلا قطرها 100,000 سنه ضوئيه، وجارتنا اللي جنبنا مجره المراه المسلسله اندروميدا 150,000 سنه ضوئيه، وقطر المجموعه المحليه من المجرات اللي فيها مجرتنا تقريبا 10 مليون سنه ضوئيه. انما نكتشف هيكل كوني عملاق طوله مليار وربع المليار من السنوات الضوئيه، قد ايه حجم هذا الكائن الكوني الضخم الغريب ده؟ بالمناسبه انا عايز افاجئ حضرتك ان ده مش اول هيكل عملاق يتم اكتشافه، ده الهيكل السابع الضخم اللي تم الكشف عنه في 10 يناير الجاري 2024، يعني من ايام قليله. اول هيكل تم اكتشافه كان سنه 1989 المسمى باسم السور العظيم، المعروف وقتها باسم CFA2، واللي قطره 500 مليون سنه، اكبر من مجرتنا 5 مرات. في هياكل تم الكشف عنها قبل كده زي سور سلون العظيم اللي تم اكتشافه في سنه 2003 واللي طوله مليار ونص سنه ضوئيه، وجدار القطب الجنوبي اللي قطره تقريبا 1.4 مليار سنه ضوئيه. في العشر سنين اللي فاتت توالت الاكتشافات دي وتم الكشف عن عنقود لانياكيا العظيم اللي بيشمل مجموعه كبيره جدا من المجرات بقطر حوالي 520 مليون سنه ضوئيه، وبيحتوي على كتله تعادل 100 مليون مليار شمس. تخيل الرقم 100 مليون مليار شمس. الشمس هاموش او ناموسه صغيره وسط البحر العظيم ده من المجرات اللي بتحتوي على مليارات النجوم اللي معظمها اكبر من شمسنا. لكن اكبر هيكل كوني على الاطلاق تم اكتشافه هو سور هرقل كورونا بورياليس العظيم، اللي بيعتقد البعض انه قطره حوالي 10 مليار سنه ضوئيه، تقريبا اكبر من عشر حجم الكون المرئي البالغ 94 مليار سنه ضوئيه. هو ايه ده فعلا؟ هيكل قد عشر الكون المرصود؟ يعني كون تاني ده ولا ايه؟ الحلقة الكبيرة اللي تم اكتشافها عبارة عن دوامة ضخمة من المجرات، بل من العناقيد المجرية، عرضها 1.3 مليار سنة ضوئية ومحيطها 4 مليار سنة ضوئية. إذا كان عندك تقنيات السفر بسرعة الضوء مثلا، لو حاولنا بس إن احنا نتخيل الموضوع دوت، هنحتاج أكتر من مليار سنة إن احنا نسافر بسرعة الضوء علشان نعبر الهيكل ده. تم التعرف على الحلقة دي من خلال أليكسيا لوبيز، طالبة الدكتوراه، يعني لسه طالبة ما خدتش الدرجة. كمان الطالبة دي ما جاتش معاها العملية دي صدفة، إنما اكتشفت من سنتين فاتوا هيكل أكبر من الهيكل الجديد ده بقطر 3.3 مليار سنة ضوئية، واتسمى الكشف الجديد ده أو الهيكل الجديد ده باسم القوس العملاق. بتقول الدكتورة لوبيز إن الحلقة الكبيرة والقوس العملاق اللي اكتشفتهم بيقعوا في كوكبة الراعي، يعني قاعدين في نفس المنطقة، وانهم اترصدوا وقت ما كان عمر الكون نص عمره الحالي على بعد 7 مليار سنة ضوئية من الأرض. الهيكل الجديد على شكل دونات أو كحكة مدورة، ممكن نقول حلقة. أما القوس العملاق فهو هلال كوني ضخم ومتماثل من المجرات، كشف ينتهك قوانين الفيزياء الفلكية والمبدأ الكوني. طبقا لنظرياتنا الحالية المفروض الهياكل دي والأحجام دي المفروض ما تكونش موجودة، لأنها هتنتهك وتناقض المبدأ الكوني، أهم نظرية فيزيائية بتشرح وتفسر الظواهر في الكون. وعلشان تفهم النقطة دي الخاصة بالمبدأ الكوني، فممكن نقول إن المبدأ الكوني بينص على إن المادة متوزعة بالتساوي في كل مكان في الكون، على الرغم من إن النجوم والكواكب والمجرات عبارة عن كتل ضخمة في عينينا، لكنها بقى بالنسبة للمقاييس الكونية الكبيرة
غير مهمة وكأنها أشياء صغيرة جدا لا تكاد ترى. يعني لو صغرنا الكون بشكل كافي فكل شيء حرفيا في الكون هيظهر متماثل، وبكده تكون قوانين الفيزياء متطابقة في جميع أنحاء الكون. يعني المبدأ الكوني باختصار بيعتمد على فكرة إن الكون بدأ من حالة شديدة الحرارة والكثافة، بعدين اتوسع وبرد بشكل موحد، وده أدى إلى توزيع سلس وموحد للمادة والطاقة في الكون. قد إيه ده بيفهمنا وبيدلنا على الحجم الضخم والهائل للكون بتاعنا، لدرجة إن مجرة من أكبر المجرات في الكون مش بتبان في الصور الكبيرة في مخيلتنا للكون طبقا للنظرية دي. فوجود الهياكل دي مش منطقي طبقا للنظرية والمبدأ الكوني اللي عليه إجماع من المجتمع العلمي. الحد الأقصى اللي العلماء اقترحوه هو وجود تجمعات أو هياكل ضخمة لا تتجاوز عتبة 1.2 مليار سنة ضوئية. يعني على سبيل المثال، علشان تشكل هيكل ضخم أكبر من الحد ده محتاج مليارات السنين، محتاج زمن كبير أكبر من عمر الكون. فإزاي تشكلت الهياكل دي اللي بتناقض نظرياتنا الفيزيائية الحالية؟ انت عارف الموضوع ده بيشبه ايه علشان تتخيل قوة الاكتشاف الجديد؟ ده بيفكرنا بتعديل النموذج الكوني في سنة 1933 لما قاس العالم فريتز زويكي كتلة مجموعة من المجرات ولقي ان عدد المجرات دي اقل من الكتلة اللي قاسها. ومن الملاحظات دي بعدها بسنين تم اقتراح وجود المادة المظلمة في الكون. وبالتأكيد الكشف الجديد للهيكل ده بيعيد للأذهان قضية تأثيرات المادة المظلمة في الكون. كيف تم الكشف الجديد؟ في عام 2021 كانت طالبة الدكتوراه البريطانية أليكسيا لوبيز بتحلل الضوء اللي جاي من النجوم الزائفة اللي بنسميها الكويزرات. الكويزرات النقاط المضيئة للغاية اللي بيتم تغذيتها من خلال الثقوب السوداء فائقة الكتلة الموجودة في مركز المجرات العملاقة. فجأة اكتشفت هيكل كوني عملاق، هيكل ضخم من المجرات بعرض 3.3 مليار سنة ضوئية. لو ظهر في السماء لكان هيظهر بحجم 35 قمر. أليكسيا كانت بتدرس وقتها علشان تاخد الماجستير. اقترح عليها المشرف الخاص بيها انها تستخدم طريقة جديدة علشان تكشف عن الهياكل الكونية الكبيرة في الكون، وكان استخدام الكويزرات عامل حاسم في الكشف الجديد. البنت دي ذكية جدا، استطاعت انها تحلل المجرات الخافتة البعيدة اللي بتشكل الهيكل الضخم المكتشف ده من خلال عبور الضوء الساطع القوي للكويزرات من خلال سحب الغاز والغبار في الهيكل. الهيكل يا جماعة الخير صعب ان احنا نرصده الا في ضوء الاشعاع الراديوي. استخدمت أليكسيا تقنية مطيافية امتصاص الكويزار، وهي تقنية تحليل اطياف عنصر المغنيسيوم 2 المؤين. تم امتصاص ترددات معينة من الضوء البعيد، وده مكن أليكسيا والمعاونين معاها من اكتشاف البصمات الضوئية الباهتة للهيكل الضخم ده. ومن خلال البيانات اللي أخدها مشروع سلون لمسح السماء واللي مخصص انه يدرس المجرات اللي بتنورها الكويزرات، أسطع الأجرام الكونية واللي بيقدر يرصد المرصد دوت أو المسح ده تلت السماء في القبة السماوية اللي بتظهر من الأرض. وكأن الكويزرات دي يا أخوانا مصابيح كونية عملاقة بتنور في السحب الكونية الهائلة ديت من حواليها، وبتكشف الأسرار اللي جواها واللي ما نقدرش نشوفها خالص الا بفضل الكويزرات دي. بتظهر المجرات الخافته دي المشكله للهيكل الكوني الضخم على شكل فجوات في اطياف الضوء الخاص بالكويزرات. طبعا لو حضرتك مش عارف ايه هي الكويزرات ممكن تشوف حلقتين قبل كده احنا عملناهم، هسيبهم لك في الاي لفوق او في صندوق الوصف. حللت أليكسيا مجموعه مكونه من 50 سحابه غازيه ضخمه، في كل سحابه منهم مجره او مجرتين، وقالت ان مستبعد جدا ان الهيكل الضخم ده يكون نشأ بالصدفة كده، وإن في حاجة كده في فيزياء الكون إحنا مش عارفينها هي المسؤولة عن تكوين الهياكل اللي زي دي. قدرت أليكسيا ورفاقها إنهم يعملوا خريطة ثلاثية الأبعاد للحلقة الكبيرة المكتشفة. بيعتقد الفريق البحثي إن القوس العملاق والحلقة الكونية الكبيرة ممكن يشكلوا مع بعض، ولأنهم طبعا قريبين من بعض ممكن يشكلوا نظام كوني استثنائي جديد بيتطلب كتير من البحث للكشف عن أسراره. لكن إيه اللي هو عايز يقوله لنا الكشف الجديد ده؟ وليه هو محير العلماء وقالب الدنيا السنين اللي فاتت وعاد تاني من جديد خلال الأيام اللي عدت؟ ثلاث تفسيرات محيرة تقلب أفكارنا عن الكون. أليكسيا لوبيز مكتشفة الهياكل الكونية الغريبة دي كانت بتقول إنه مش من السهل إننا نفسر سبب تشكل الهيكلين اللي اتكلمنا عنهم النهاردة، القوس العملاق والحلقة الكبيرة، وإن أحجامهم الكبيرة وأشكالهم المميزة والعجيبة بتقول لنا إن في حاجة مهمة إحنا لسه مش عارفينها. لكن ايه هي بالضبط؟ طبعا في ثلاث تفسيرات لكيفيه تشكل الهياكل الضخمه دي في الكون، تعالوا نعرفها مع بعض دلوقتي. التفسير الاول ان ممكن الحلقه الكبيره دي تكون مرتبطه بحاجه في علم الفلك للكون المبكر اسمها التذبذبات الصوتيه البريونيه البي اي او، واللي نشات في الكون المبكر
واللي هي عبارة عن فقاعات ضخمة بتنتجها موجات الكثافة بسبب تأثير الجاذبية الكبير، ودي أدت لإنتاج موجات صوتية ضخمة جدا في الكون، تقريبا كده زي ما بترمي حجر في البركة، وبيعمل سقوط الحجر دي موجات في المية بتوصل لكل أجزاء البركة أو البحيرة الصغيرة. الموجات الصوتية البريونية ديت حفريات انتشرت في الفجر الكوني وتجمدت في الفضاء، وبالتالي ما بتقدرش في الزمن الحالي إنها تتحرك، ممكن تكون تسببت في تشكيل الهياكل دي. لكن البريونات الصوتية دي من الموجات بتكون كروية، والهيكل أو الحلقة مش كروي زي ما انت شايف في الصورة، شكل دائري لكنه غير منتظم. كمان هي حلقة كبيرة ثنائية الأبعاد بالمقاييس الكبيرة، مش دايرة من الموجات ثلاثية الأبعاد. كمان حجم الهياكل الضخمة أكبر بكتير من الموجات الصوتية دي، وعلشان كده التفسير الأول ده ليه مشاكل، ومش قادر برضو يفسر بشكل سليم تشكل الهياكل الضخمة دي. التفسير التاني بقى متعلق بحاجة بعيد عن الفيزياء الكونية اللي احنا نعرفها والمبدأ الكوني اللي اتكلمنا عليه، حاجة مرتبطة بنظرية جديدة اقترحها روجر بنروز الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء من كام سنة، مرتبطة بنظرية علم الكون الدوري المطابق، واللي بتقول ان الكون بتاعنا مر بدورات لا نهائية من الانفجارات العظيمة، وفي الوقت نفسه ما حصلش الانسحاق العظيم والانهيار الكبير للكون، او مش هيحصل، انما الكون بيتوسع الى ما لا نهاية ولأجل غير مسمى. يعني الكون بيحصل فيه عملية دورية من التكون والتشكل عبر انفجارات عظيمة متتالية بيتخللها فترات من العدم، وأثناء حدوث العمليات الدورية دي بتحصل خروقات في نسيج الزمكان الكوني، وإن ممكن الهياكل الضخمة دي تكون دليل على بقايا كون قديم قبل الكون بتاعنا. طبعا موضوع كبير ومحتاج إن احنا نفرد ليه حلقة مطولة إن شاء الله قريب، بس برضو النظرية دي أضعف بكتير من النموذج القياسي الحالي لعلم الكونيات، لأن نظرية المبدأ الكوني اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية أقوى نظرية لتفسير كتير من الظواهر اللي بنشوفها في الكون. التفسير الثالث بقى هي إن الهياكل دي ممكن تكون دليل على وجود الأوتار الكونية، واللي هي أوتار من بعد واحد، واللي تم اقتراحها في سبعينيات القرن الماضي في نظرية الأوتار، خيوط كونية نشأت في الكون المبكر وممكن يكون لها أدوار مهمة في توزيع الكتل المجرية على مسافات كونية كبيرة. طبعا كل النظريات دي في التفسير الثاني والثالث أقل قوة من أي تفسير مرتبط بالنموذج الحالي لعلم الكونيات، وبالرغم من قوته إلا أن النموذج ده بيعاني من فجوات وشقوق اتكلمنا عن بعضها الحلقة اللي فاتت في اعتراضات على نظرية الانفجار العظيم، ممكن تشوفها من الآية اللي فوق، وكمان حاسب لك لينك حلقة نظرية الأوتار الفائقة ممكن ترجع ليها. خاتمة، كلها تفسيرات محتملة لوجود مثل هذا الهيكل، وفي تفسيرات تانية كتير زي أثر وجود المادة المظلمة الخفية واللي قدرنا نرصد أثرها على المجرات، فبالتالي ممكن يكون ليها أثر برضو في الهياكل الضخمة. كمان الطاقة المظلمة المسؤول عن التسارع الكوني ممكن يكون في دور مهم لنظرية التضخم الكوني، اللي هو افتراض بيوضح التسارع الهائل للكون في الجزء الأول من الثانية الأولى بعد لحظة الانفجار العظيم. الهياكل الكونية دي منجم ذهب مهم للمعلومات، واللي ممكن تساعد العلماء في فهم الكون ونظرياتنا عنه، أو حتى أننا نوصل لاكتشاف فيزياء كونية جديدة بتنا في أمس الحاجة ليها السنين اللي فاتت بسبب كم الألغاز الكبيرة اللي بنشوفها مع كل اكتشاف علمي جديد بيجاوب عن سؤال واحد او اتنين وبيقذف في وشنا عشرات التساؤلات والالغاز التانية. الاكتشافات دي شهادة مهمة على قوة وجمال العلم، شهادة مهمة على براعة الانسان في استغلال فضوله وبحثه الحسيس عن غرائب الاشياء والبحث عن فهمها من حواليه. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش الدعم باللايك الجميل اللي بيحفزنا، وابقى اشترك في القناة لو اول مرة تشوفنا، واكتبوا لنا في التعليقات ايه اللي حسيتم بيه لما سمعتم وشفتم اكتشاف اكبر جسم في الكون. وعلى وعد ان شاء الله باللقاء المتجدد في انفوسفير غلاف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد تامي سليم، سلام عليكم.